بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حديثي اليوم عن مشاكل البروستات، وما هي الأمراض التي تصيب البروستات، ما هي الأعراض، ما هي طرق الوقاية والعلاج. البروستات هي غدة ليفية ذكورية هرمونية توجد حول مجرى البول، تفرز السائل المنوي، تقع تحت المثانة. تصاب هذه الغدة بمشاكل صحية تبتدي بالالتهاب ثم الاحتقان، بعد ذلك تصاب بالتضخم. وأعراض التهاب البروستات أيها الأحبة: شعور بالحمى والقشعريرة، حرقان في البول، وأحيانا قد يصل إلى حصر البول، إضافة إلى مشاكل في العلاقات الحميمية بين الزوجين، الشعور بالضعف الجنسي وسرعة القذف وضعف الانتصاب. وبما أن البروستات مهمتها إفراز السائل المنوي، فالتهابها واعتلالها يضعف الحيوانات المنوية، وضعف الحيوانات المنوية وقلة حركتها بسبب خلل في السائل المنوي يؤدي إلى العقم لدى الرجال. نأتي الآن أيها الأحبة على ذكر الأسباب، وعندما نعلم بالأسباب فإن تجنبها من وسائل الوقاية بإذن الله جل وعلا. بالنسبة للمتزوجين فإن من أهم الأسباب عدم انتظام ممارسة العلاقات الحميمية والإفراط فيها. كذلك من أسباب التهابات واعتلالات البروستات هو العزل من قبل الزوج أثناء الممارسة الحميمية. ومشاكل البروستات لدى الشباب الغير متزوجين يكون بسبب الإفراط في ممارسة العادة السرية، وأيضا مشاهدة الأفلام الإباحية. ومن الأسباب أيضا لالتهاب البروستات واعتلالها وتضخمها واحتقانها كثرة تناول المواد الحريفة. وكذلك وجد أن من أسباب التهاب البروستات الإكثار والإفراط في تناول اللحوم والشحوم والمنبهات القهوة والشاي. وأيضا أيها الأحبة، إهمال معالجة الإمساك سبب من الأسباب لالتهاب واحتقان البروستات. وفي أحيان كثيرة قد يكون إصابة الرجل بمشاكل في البروستات نتيجة انتقال العدوى عن طريق الزوجة وإصابتها بمشاكل وبكتيريا مهبلة. ومن أسباب مشاكل البروستات تعمد حصر البول وحبسه داخل المثانة وعدم إفراغها أثناء التبول، وهذا قد يحدث أثناء السفر لعدم رغبة التوقف، وأيضا أثناء النوم لعدم الرغبة في الاستيقاظ والذهاب للحمام. هذه الأسباب التي ذكرتها أيها الأحبة تجنبها ومعالجتها قد يكون هو السبب الأمثل لتجنب مشاكل البروستات. نأتي الآن على ذكر بعض الوصفات المجربة التي قد تعين بإذن الله عز وجل على الشفاء من مشاكل والتهابات البروستات. أخذ ملعقة صغيرة من حبوب اللقاح وخلطها بملعقة كبيرة من العسل وتناولها مرتين في اليوم صباحا ومساء. وضع ملعقة من بذرة الكتان مع ملعقة من حب الرشاد وملعقة من بذور اليقطين وطحنها وغليها في الماء وتصفيته وشرب الماء. يؤخذ مفروم بصلة صغيرة ويوضع في كأس ماء، ثم يضاف لها ملعقتين من خل التفاح، ثم يصفى بعد 3 ساعات ويشرب. دهن أسفل الظهر والمنطقة التي تقع بين الخصية وفتحة الشرج بزيت الحب السوداء، وعمل تدليك لمدة 5 دقائق يوميا. عمل كمادات بالماء الساخن واستخدام القربة ووضعها في منطقة العانة والمنطقة التي تقع بين فتحة الشرج والخصية. هذه الوصفات أيها الأحبة نفعت بإذن الله عز وجل الكثير، وهذا لا يعني عدم زيارة الطبيب والاستئناس برأيه. ختاما أسأل الله لي ولكم دوام الصحة والعافية، وأن يحفظني وإياكم بحفظه، وأن يحفظ بلادنا من كيد الكائدين وحسد الحاسدين، وصلى الله على محمد.